طبعا احنا 24 ساعه بتفصلنا، انا بشوفها مباراه مهمه جدا، مش بس عشان هي اولى خطوات الاستعداد والتجهيز لماتش سوبر مصري هيجمع بين الاهلي وطلاع الجيش، لكن كمان انا شايف انه جمهور النادي الاهلي مستني الماتش ده عشان يتفرج على الفرقه في ثوبها الجديد، يتفرج على سكواد الاهلي بعد الصفقات المحترمه الحقيقه والاسماء المحترمه اللي انضمت لفريق النادي الاهلي واللي ان شاء الله بتدعم صفوفه عشان يكون قادر على حصد كل البطولات في الفتره اللي جايه وما اكثرها الحقيقه. ماتش بتروجيت بكره واحده من مباراتين وديتين هيخوضهم الاهلي على مدار الاسبوع ده، وصولا بقى لمواجهه او بانطلاقه المشوار. احنا اتفقنا انه ماتش طلاع الجيش هو بطوله في حد ذاتها، ولكن بدايه مشوار جديد وبدايه موسم جديد رغم انها ماتش او مباراه اتاجلت على مدار موسم كامل. بيشرفنا النهارده واحد من اكبر نجوم النادي الاهلي كابتن ماهر همام، ضيف عزيز علينا دايما في السادسه. مساء الخير يا كابتن. كابتن احمد نور بيك، وحشنا والله. والله وحيك، وحشنا جدا. ربنا يخليك يا حبيبي. اخبار حضرتك ايه؟ تمام الحمد لله. الحمد لله. نطمن الاول على وجهه نظر كابتن ماهر في شكل الاهلي، ملامح الصفقات الجديده اللي ضافت على الفريق، قدره الفريق على المنافسه على الالقاب في الموسم اللي جاي، شايف التدعيمات اللي تمت سواء من ناحيه كواليتي اللاعبين او من ناحيه المراكز اللي تم تدعيمها ازاي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا مجلس اداره بقياده الكابتن محمود الخطيب ولجنه التخطيط، تملي يا احمد احنا عندنا يعني بعد نظر بشكل كبير. ايوه واخد بالك، ودي الاحترافيه اللي موجود عليها النادي الاهلي، ان احنا من بدايه الدور الثاني بدانا نتكلم على الصفقات وبدانا نتكلم على مش عايزين نقول الاحلال والتجديد، الاماكن اللي محتاجها مستر موسيماني. مستر موسيماني الفتره اللي فاتت دي بنحييه طبعا بصراحه على الشوط اللي قطعه مع النادي الاهلي، ويمكن احنا في كذا حلقات قلنا ان الراجل ما عملش فتره اعداد وان الراجل جه على موسم كبيس واجه ظروف صعبه جدا في منتهى الصعوبه، كورونا واصابات والتحام بقى الدوري، مؤجلات ثم كاس مصر ثم افريقيا. فالنهارده بصراحه بنحيي مستر موسيماني وجهازه الفني، بنحيي اللاعبين كمان يا احمد بصراحه اللي بقالهم سنتين قطعوا شوط كبير جدا، النجوم النادي الاهلي ال 30 لعيب على مدار ناصر ماهر وهو ظاهر في الكادر كده، تقول ايه لناصر كابتن ماهر؟ يعني ناصر سواء مكمل او مش مكمل، انا بشوف واحد من اللعيبه اللي عندها قدرات مميزه جدا. ايه الرساله يقولها كابتن ماهر قبل ما انا بقول عوده حميده؟ ناصر احنا شفناك بره في الاعاره. أيوة. ودي من ضمن الحاجات اللي بتحسب للجنه التخطيط والجهاز الفني، الاعاره اللي اتعملت لسموحه، شفنا ناصر بشكل كبير جدا كان مع سموحه مفتاح لعب خطير، بيجيب جوال، متحرك، نشط، لفت انظار الجميع يعني. أيوة. بس في اوقات بتيجي على اللعيبه كابتن ماهر بيقفل، بيبقى الظروف انه ما يبقى بعيد او يبقى حاسس انه فرصه يرجع بعيده بالظبط، عايز يرجع يلعب وغيابه وبعده كل ما المسافه والمده بتأثر عليه. بتأثر عليه ازاي يشيل الحمل اللي جواه ده؟ انا عايز اقول له اصبر الفرصه جايه، وطول ما المنافسه شريفه بينك وبين طبعا قفشه اللي احنا بنعتبره نجم النجوم في العامين الماضيين، فوارد جدا قفشه في اوقات كان مجهد وكان بعيد وكان مصاب وبعيد عن المكان، النهارده ناصر ماهر يقدر المنافسه الشريفه دي تبقى موجوده. وانا عايز اقول يعني المنافسه يا احمد لازم لما تركب بلغه الكوره خلاص بقى افضل بقى، يعني الراجل الاساسي في المكان ده يستنى بقى كمان هو يجتهد. الحفاظ على القمه اصعب من الوصول طبعا. فهو ده الصراع الجميل اللي بين اللعيبه.